شبابي ومسؤوليتهم تجاه مجتمعاتهم. ولد الدكتور هاني مثنى في القاهرة عام 1950، درس الطب البشرية في جامعته الأزهر إلى جانب تحصيله فيها دبلوما في الدراسات الإسلامية، وتابع تحصيله العلمية في المملكة المتحدة حيث منح جائزة هاملتون بيلي في الطب عام 1981 في مدينة برمنغهام. ثم تخصص الدكتور هاني بنا في علم الأمراض الجنينية، وحصل على برمنغهام عام 1991. كما حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة نفسها عام 2007. أسس منظمة الإغاثة الإسلامية بالمملكة المتحدة عام 1984، وهو مؤسس ورئيس عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، منها المنتدى الإنساني والمنتدى الخيري الإسلامي والصندوق الدولي لمكافحة فيروس HIV وبيت الزكاة. ويعتبر الدكتور البنا من رواد العمل الإنساني على مستوى العالم، فقد زار أكثر من 70 دولة لتقديم الخدمات الإنسانية المتعددة. ومن هنا أود أن أحيي الدكتور هاني البنا تحية عطرة، وأن أرحب به ترحيبا حارا يليق بمقامه ومكانته الرفيعة، وأترك له المجال لإلقاء كلمته التشريفية فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت 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 تسمعوا الصوت جيد؟ الو، صوت صوت يا ميوتينج الصوت. بس خلاص، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت انتوا قافلين عليا الصوت، الحمد لله. طبعا احنا نشكر الشباب في ميديكس اللي بيذكروني بأيام الجميلة اللي انا عشتها في اماكن مختلفة، وبعدين بنشكر الدكتورة زليخة اللي ركزت في كلماتها على الثقافة وعلى الفرص اللي احنا مفروض الشباب يحصل عليها. انا سعيد جدا ان انا اكون معكم اليوم في مؤتمركم الثاني لمجموعة الشباب الطبية في مدينة اسطنبول، والتي تمثل كثير من الثقافات والاعراف المختلفة. انا عندي لكم رسالة واضحة ومهمة جدا، تنقسم الى جزئين: الجزء الاول من نحن، والجزء الثاني وما هي مسؤوليتنا كشباب وكفيما بعد ذلك أطباء إلى آخره. تعريف ما نحن في 12 أو 13 نقطة لابد علينا أن نسمعها جيدا. نحن أبناء الإنسانية، مواطنون قاريون وعالميون نعيش في أرض الله سبحانه وتعالى. نحن لنا تاريخ، ثقافة، عقيدة، فلسفة حياة، ووطنا نعيش فيه وننعم بخيراته. نحن أباع الرسل صلى الله عليه وسلم والأنبياء أجمعين صلى الله عليه وسلم أجمعين، والصالحين والمصلحين الراشدين والمرشدين. نحن أتباع الديانات السماوية التي أقلها الله سبحانه وتعالى هديا ورشادا لكافة الخلائق في كل زمان وفي كل مكان. نحن أصحاب الحقوق، المطالبون بالحقوق والمدافعون عن الحقوق، حقوق الحياة للأجيال، حقوق الحياة للأحياء، حقوق الحياة للأموات، وحقوق الحياة للأجيال التي لم تولد بعد. نحن أصحاب الحقوق، المطالبون بالحقوق والمدافعون عن الحقوق، حقوق الحياة للأحياء، حقوق الحياة للأموات، وحقوق الحياة للأجيال التي لم تولد بعد. نحن المؤثرون لمسارات الحرية والعدالة الاجتماعية والإخاء والمساواة، فالمساواة ديدننا والإخاء سبيلنا والحرية سماؤنا والعدالة الاجتماعية منهجنا.
نحن من خلقنا الخالق نسعد الخلائق ونقيم للخليقة شرائع تنتهج بنهج الأنبياء والرسل ثم المصلحين. نحن أبناء البشرية المستخلفين على كنوز الله في الأرض وفي السماء، وهناك كنوز كبيرة في السماء لم يكتشفها الإنسان بعد، كما كنا لم نستطيع اكتشاف الكنوز الموجودة في أعماق البحار والمحيطات من قبل. نحن من كرمنا الله سبحانه وتعالى بآدميتنا فجعلنا المحافظون على آدمية كافة الخلائق، كافة الخلائق جمعاء. نحن أقوام لا تنقضي آجالنا بانقضاء أعمارنا، فأعمالنا باقية ورسالتنا خالدة، هجنا رشيد ومجدنا تليد، عزنا رفيع وجلدنا منيع. نحن هؤلاء القوم الذين تحسبهم خدما وهم أسيادا وسادة، سيادتهم في خدمتهم وخدمتهم في ريادتهم لكل مجال يتخصصون فيه من التخصصات العلمية في مسالك ودروب الحياة. نحن المبدعون المنجزون المحاسبون المحاسبون، فنعترف بأخطائنا لنقوم وضعنا ونسدد خطونا ونبني حضارات الأجيال حولنا. هذا ما نريد أن نكون، فنحن هؤلاء، هذه الثلاثية 13 نقطة في مجموعة نحن. أنتم هؤلاء، أنتم هؤلاء، أنتم هؤلاء. فما هي مسؤوليتنا ومسؤولياتنا؟ مسؤوليتنا أن نصنع التاريخ ونعد المسار الحاضر ونبني أفاق المستقبل ونرسم خطى الأجيال ونبرز ثقافات المجتمعات ونؤطر لفلسفات حياة الخلائق، حياة الخلائق كافة، ليس فقط البشر وبني أبناء بني آدم، ولكن الخلائق، كل خلق خلقه الله سبحانه وتعالى. فمن مسؤولياتنا تعديل مسار الحاضر، تعديل مسار الحاضر الذي نعيش فيه، الحاضر الأليم الذي نعيش فيه، والتعامل والتعامل مع الواقع الأليم الذي يحيط بنا، وتغيير سلوكيات الخلائق التي تشاركنا الحياة على ظهر هذا الكوكب الصغير الفاني. من مسؤوليتنا أيضا قراءة آفاق المستقبل لبناء خرائط الطرق للأجيال القادمة، لبناء أو لرسم خرائط الطرق للأجيال القادمة، وصناعة مسارات الحياة لتبني قواعد الحضارات والنهضات. هذه مسؤوليتنا أيها الشباب، وأنتم في العشرينيات من أعماركم، وأنا في العشرينيات معكم، وأتحداكم، أتحداكم وأواجهكم بكل قوة. من منا سيستطيع أن يتحدى الزمن ويتحدى الصعاب ويتحدى كل هذه المصائب والنكبات التي تحيط بالأمة العربية والأمة الإسلامية؟ ومن مسؤوليتنا قراءة أفاق المستقبل لبناء خرائط الطرق للأجيال وصناعة مسارات الحياة لتبني قواعد الحضارات والنهضات. لا نتأثر سلبا بما يدور داخل واقعنا الأليم، بل نحول آلام واقعنا إلى آفاق مستقبلنا، بل نحول آلام واقعنا إلى آفاق مستقبلنا. فلا نيأس ولا نحبط ولا ننزوي ولا ننعزل، نعارك الدنيا لنبنيها لكافة الخلائق، لكافة الخلائق، لكافة الخلائق، ولا نعاركها لنهدم أسوار قصورها وإنجازات أبنائها فوق رؤوسنا. ومن مسؤوليتنا أيضا صناعة الماضي، كيف نصنع الماضي والماضي قد ولى وفات، صناعة الماضي. فماضي المستقبل، ماضي المستقبل الذي سوف نبنيه للأجيال، يعني نصنع ماضي المستقبل الذي سوف نبنيه للأجيال، وأنتم صانعون هذا المستقبل وصناع هذا المستقبل، وأنتم أيضا صناع ماضي المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن بنينا مستقبلا زاهرا كان ماضيه تليدا عظيما مجيدا رفيعا. وطننا الخلائقية والتي تشمل كل خلق الله سبحانه وتعالى، قيمنا الإنسانية، عقيدتنا الوحدانية، ثقافتنا التعددية، فلسفتنا المسؤولية،
حريتنا العدالة الاجتماعية، عدلنا الإخاء للبشرية، حبنا العيش الكريم لمن خلقهم خالق البرية. نحن الأطباء، هذا تخصصنا، لا نعمل لنكسب فقط، بل نعمل لنكسب، لنكسب الصحة والحب والبقاء والضعفاء والمساكين. علمنا له زكاة وعليه زكاة، وقتنا عليه زكاة، عمرنا فيه زكاة، مالنا من حوله مصارف الزكاة، صحتنا عليها زكاة، قوتنا فيها زكاة، وكل زكاة ندفعها تزكي أرواحنا وأوقاتنا وأموالنا وأبنائنا والأجيال التي من بعدنا. فنحن الأطباء الذين نزكو بزكاة كل شيء حولنا في هذه الحياة. كيف أتى من مثلي إلى الغرب؟ أتيت إلى هنا منذ أكثر من 42 سنة لكي أحصل على شيء واحد فقط، أحصل على شيء واحد فقط. كان عندنا شعار كده للخريجين، شعار للخريجين اللي هم الخمسة عين، كل خريج كلية الطب عايز خمسة عين: العروسة والعمارة والعزبة اللي هي الضيعة والعربية والعيادة. كان ده مخنا في الستينات والسبعينيات من القرن الماضي، لكن حينما أتينا هنا إلى مجتمع آخر صعب الحياة فيه، ثم صعب البقاء فيه، ثم من المستحيل الإنجاز فيه، أنجزنا 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 فضل الله سبحانه وتعالى. وهذه ليست صفة لشخص واحد، لكن الكثيرين من أبناء الأمة العربية والإسلامية الذين أتوا الغرب تفوقوا على الغرب في كل مجال دخلوا فيه. فأنتم هؤلاء في وطن يستضيفكم ويرحب بكم ويرعاكم ويحنن عليكم أجمعين. أتينا إلى الغرب بدون رؤية، فصنعنا رؤية وصنعنا مسيرة وصنعنا مسار وبنينا مجتمعات وبنينا ثقافات وتركنا أثرا كلنا جميعا، ليس لشخص واحد فقط، تركنا أثرا للجميع تتحدث عنه الأجيال الآن وفيما بعد. فصنعنا بفضل الله سبحانه وتعالى ماضي المستقبل الذي نحن نرسمه للأجيال كما قلت من قبل. علينا أن نستوطن الأوطان التي سوف نعيش فيها، فتركيا إن كانت هذه فهي وطني، إن ذهبت إلى بلد أخرى فأعتبره أنه وطني، أتعلم فيه كل ما يجعلني مواطن صالحا مصلحا، لا أتخلى فيه عن ديني، لا أتخلى فيه عن عقيدتي، لا أتخلى فيه عن قيمي، لا أتخلى فيه عن ثقافتي وفلسفة حياتي، بل أجعل من ديني وعقيدتي وقيمي وأخلاقي وفلسفتي نسيجا جديدا يقوي أنسجة المجتمع الذي أعيش فيه، وأتباهى به وأتباهى به المجتمع الذي أعيش فيه. فهذا ما نعمله في داخل هذه الأوطان التي ما كانت مكتوبة لنا في مخنا حينما تركنا بلادنا منذ أكثر من 40 عاما، ولكننا الآن أضطرنا لها والحمد لله، وأصبح جزء من ثقافة هذه المجتمعات، هي جزء من ثقافتنا العربية والإسلامية وأخلاقنا العربية والإسلامية التي علمنا إياها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلمنا إياها كافة الأنبياء والمرسلين، وليس السياسيين المنافقين أو الإعلاميين الكاذبين أو المشايخ الأفاقين. علينا أن نستوطن الأوطان التي نعيش فيها، علينا أن ننظر للعالم الفسيح على أنه عالمنا، نعيش في كل مكان فيه لنسعد كل من يعيشون فيه، لنسعد كل من يعيشون فيه. فأنتم أبناء الجيوش البيضاء كما سموكم في جائحة الكورونا، أنتم أعظم من خلق الله سبحانه وتعالى ليرفع العناء والبلاء والشقاء والمرض والحاجة عن الملايين 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 وعشرات الملايين ومئات الملايين والبلايين أيضا. أنتم ليس فقط جيوشا بيضاء، جيوش الرحمة والحب والود والعطف والحنان والإسعاد، الإسعاد الإسعاد.
والإشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، والرضا والبذل والسخاء. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لا تخطئوا أخطأنا، أخطأنا كثير، لكن أمامكم مسيرة، مسيرة في العلم، في كل أنواع العلوم، في الغرب وفي الشرق وفي الشمال وفي الجنوب، وأنجز آبائكم وأجدادكم الذين خرجوا لأي سبب من أسباب الخروج من أوطانهم في خلال القرن الماضي، وأنجزوا وأوجزوا وأبدعوا وتركوا إرثا عظيما. فلا تتأثروا بهذه الفرقة وهذه الصراعات وهذه الخلافات التي فرضت على أمة هي خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعبد الله. هذه الأمة الخالدة التي خلدها الله سبحانه وتعالى بقرآن يطلى ويحفظ بين صدور أبنائه، ولا يغيب ولن تغيب شمس القرآن عن الحياة. فالقرآن ما زال باقيا بقاء الدهر، فهو كتاب الله المعجز والذي يحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له نحفظ. الله سبحانه وتعالى الذي تولى بحفظهم. فلذلك وأنتم في تركيا بين إخوانكم وأحبائكم وأخواتكم، هنيئا لكم بما تستطيعون أن تحصلونه من علم، وهنيئا لنا بما ستنجزونه الآن وغدا وفي المستقبل للأجيال. وأشكركم جميعا على أنكم سمحتم لمن هو على شاكلتي أن يتحدث إليكم في هذا الجمع الغفير المحترم إن شاء الله. وأنا كلي أمال فيكم، ولكني أشير إليكم بإصبعي هذا أو بإصبعي هذا، إنني أتحداكم كي تصنعوا المعجزات، كي تصنعوا المعجزات. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا أرضى منكم إلا بإعجاز معجز يراه العالم كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله دكتورنا الكريم، نشكرك شكرا جزيلا على الكلمة والنقاط المهمة التي طرحتها.